في سؤالين الحقيقة يعني تقريبا مشتركين أو يعني نفس الصيغة تقريبا. السؤال الأول، أختي بتقول أنا بكالوريوس علوم وعندي قناة على اليوتيوب بشارك فيها اللي بدرسه في الكلية وأنا ملتزمة بالحجاب، فهل فكرة ظهوري يعني على قناة يوتيوب هل فيها حرمانية أم لا؟ أخ تاني بيسأل بيقول يعني حكم ظهور النساء في مواقع التواصل الاجتماعي في حالة إن هم التزموا بالزي الشرعي. التواصل الاجتماعي الحياة العامة كلها يحكمها قواعد واحدة، اللي هو الحوار، الكلام، النقاش. انت بتقدمي ايه؟ في جائز شرعا يبقى يتقدم بالطريقة التي لا تخرج فيه عن الجواز، في ممنوع شرعا يبقى ايا كانت الطريقة هو ممنوع لا يجوز شرعا. طب شيء جائز شرعا لكن الطريقة اللي قدمها به لا تجوز. يعني واحدة عاملة قناة يوتيوب ولكن طريقة الكلام وبتتكلم مثلا في الدين، في السياسة، في مقاومة الظالم، علم، وبعدين لا إنما كأني رايحة في الجو. وده ينطبق على رجل أو ست بالمناسبة، احنا بنتكلم هنا المخالفة الشرعية مش مرتبطة برجل وست. ما انت ممكن تتكلم على اليوتيوب وانت راجل تتكلم في قضية مثلا ضد الانقلاب، حلو، قاعد بتقول على مسؤول من مسؤول ابن الحرام. طب ومنين جبت انه ابن حرام؟ معاك معاك 4 شهود؟ لا، يبقى انت الكلام بتاعك ده حرام شرعا وانت راجل. فهنا مش القصه راجل وامراه، القصه انت بتقدم ايه وبتقدمه ازاي. فاذا كان المقدم الماده التي تعرض جائزه شرعا، نتكلم في طريقه الاداء، الوسيله نفسها. هل الوسيله جائزه شرعا؟ من الناس في قائمه العلماء من يمنع ظهور المرأة بأي شكل، لأن في النهاية موضع فتنة. لك في النهاية يقعد الشاب قاعد متنح ومركز في عينيه، طب في الشارع نفس الحالة يعمل فيه، في مواصلات ولا حاجة، وفي في قطر، في طيارة، وجنبه في الكرسي ولا المضيفة اللي بتقدم له الأكل، هيعمل إيه؟ غضش بصر. إذن العلة مش في المرئي أو المنظور إليها، في الناظر اللي بينظر، إلا لو كانت المنظور إليها ما تقوم بيشجع على النظر، هنا تبقى مشتركة في الإيه؟ أو أنا كرجل نفسه، ما هو الغض البصر الناس متصورة إن مطلوب من الرجالة بس غض بصر، أو الستات. المرأة بتنظر والرجل بينظر، والمرأة تفتن والرجل يفتن، مش بس الرجالة تبص على فيديو تفتن بامرأة، لا، والرجالة نفس الرجالة تنظر تفتن بامرأة، لا، والنساء إذا رأت لرجل ونظرت بشهوة أو نظرت بغير غض حرام شرعا. فهنا إذا انتقلنا من المادة إلى تقديم الطريقة المقدمة، لابد أن تكون أيضا طريقة شرعية. بأساليب ووسائل تؤدي إلى محرم، أو افترض أن الست محترمة وبتقدم مادة محترمة ومطلوبة للناس، ولكن واحد مريض، تخيل حاجة مريضة زيه. الإثم هنا على مين؟ على اللي تخيل والمريض. واحدة بتتكلم بتقول زي مثلا دكتورة في الجامعة بجدية واحترام وانتزام، قاعد واحد دماغه مريض، ذنبها ايه؟ ما هي بني ادم. وفي الشارع هي دكتورة، في الجامعة هي دكتورة، واللي مريض مريض في الشارع، مريض في اي حتة. هنا يبقى العيب بدين، احنا بنلاقي زنا محارم. ايه زنا المحارم؟ واحد اشتهى محرمة عليه، مرض، ده مريض. هنا ما نقولش ان والله لا الاخت دي اللي هي الاخت ما تظهرش قدام اختها، يعني تلبس نقاب في البيت قدام اخوها، مش منطق. يبقى هو مريض يتعالج. فهنا قضية تقديم المواد يعتمد كما ذكرت على المادة المقدمة وعلى من يقدم، أن يقدم ذلك بطريقة مشروعة.